يعني احد الاسئله التي جاءتني من اكثر من اتجاه ان بعض الاخوان على ما يبدو يعني وصلهم مقطع من الفيديو يتكلم فيه شخص مع جماعه يعني كانه استاذ مع مجموعه من الطلاب عليكم السلام يتكلم فيه ويجلس هذا الشخص ويقف قبالة جبل الزيتون يعني من جهة مقبرة باب الرحمة يطل على إيش؟ على جبل الزيتون ويحدث الله ويقول هذا الجبل الذي كلم فيه الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام ثم يشير إلى المنطقة الموجودة ما بين جبل الزيتون وما بين المكان الذي يقف فيه ويقول هذه المنطقة هي الوادي المقدس نسميها الوادي المقدس فالأسئلة التي جاءتني هل هذا الكلام سليم؟ طبعا إخواني نعلم أن هذا الكلام ليس بسليم وليس بصحيح نعم هذه المنطقة المطلة يعني الجهة الشرقية من المسجد الأقصى تسمى الطور هي اسم من أسماء جبل الزيتون والبعض يسميه جبل زيتا البعض يسميه جبل الزيتون البعض يسميه الطور ولكن نحن نعلم أن هذه المنطقة ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بجبل الطور المتواجد في سيناء أو شبه صحراء سيناء ما في علاقة العلاقة الوحيدة فقط هو الاسم التحببي الاسم التحببي نعلم إحنا إخواني أولا نعلم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لم يدخل الأرض المقدسة ما دخلها ما دخلها ونعلم هناك حديث موجود في الصحيحين صحيح مسلم وصحيح البخاري وأيضا في كتب أخرى من الصحاح من كتب السنة لأنه مسلم والبخاري يكفون يعني تتكلم أو يتكلم الحديث في قصة موت سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام والحديث يتكلم أنه ملك الموت يأتي لسيدنا موسى ويقول له أنه أتى ليقبض روحه فيقوم سيدنا موسى بلطم ملك الموت يعني يقبض لطم على وجهه تنزل فيها عينه طبعا إخواني إحنا بغض النظر عن شرح الحديث ولكن على ما يبدو أنه ملك الموت جاء بهيئة آدمية بهيئة إنسان والملائكة تأتي أحيانا بصورة إنسان كما كان يأتي أحيانا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الوحي بصورة إنسان أحيانا وأحيانا تأتي بصورة الملائكية فعلى ما يبدو أنه ملك الموت في هذه الحادثة جاء لسيدنا موسى بصورة آدمية وكونه جاء بصورة آدمية لربما والله أعلم أنه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل ولا نحسبه أنه يريد أن يفر من الموت لأنه لو ربما أشكل عليه أن هذا ليس ملك الموت لربما ملك الموت لم يخبر سيدنا موسى أنه ملك الموت ولكن قال أنه أتى ليقبض روحه ونعلم أن سيدنا موسى كان شديد قوي جبار يعني ربي في بيت فرعون على القوة والشجاعة والإقدام وعلى يعني الأمور الحربية ربما هاي ردة الفعل كانت ردة فعل تلقائية لحال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ولا نعتبرها أنها إيش تعدي على ملك الموت ولا نعتبرها أنها محاولة للفر من الموت إنما هي ردة فعل تلقائية جاءت من سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فيصعد ملك الموت إلى الله سبحانه وتعالى في السماوات ويقول له أنه لربما أرسل إلى عبد لا يريد أن يموت لأن سيدنا موسى ما بده يموت فالله سبحانه وتعالى يطلب من ملك الموت أن يعود لسيدنا موسى وأن يقول له أن الله يقول لك امسح على ظهر بعير يعني جمل أو ناقة بعير امسح عليها احنا بنعرف البعير أو الجمل أو الناقة لها وبر مش الشعر لسه الوبر شماله والشعر الصغير جدا فعدد الوبرات يكون أكثر من الشعرات في نفس المساحة فيقول له ولك بكل شعرة يعني وبرة سنة يعني شوف امسح على على ايش؟ على ظهر بعيد ايدك كم من شعرة مسحت؟ إلك بكل وبرة بكل شعرة قديش؟ سنة من الحياة فينزل ملك الموت
ولا ربما هو نحسب انه ملك الموت جاء بصورته الملائكيه وليس بصوره انسان كما جاء في الايه الاولانيه. ويقول ان الله سبحانه وتعالى يقول لك هنا جاءت ايش رساله ربانيه، ما كان كلام من الملك نفسه. فلما سيدنا موسى ياتي كلام الله شو بقول له؟ ثم ماذا؟ يعني بعد ما امسح على ظهر البعير وانكتب الرساله بكل الشعر، ثم ماذا؟ فيقول ملك الموت ثم الموت. هنا اخواني لما سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام يقول اذا الان، شو معناها؟ ما بده يفر من الموت، وما بده ما يعني يخلف لقاء الله عز وجل، ولكن يبدو على ما يبدو ان كان هناك اشكال في فهم الصوره من الابتداء، والا كان سيدنا موسى فعل ومسح على ظهر بعير وكتب له عشرات الاف السنين ولربما مئات الاف السنين بتقدير رباني وباذن رباني، لانه سيدنا موسى اختار الموت. وهذا الاختيار اخواني احنا كمسلمين كانسان مسلم يعني امانينا ان نلقى الله سبحانه وتعالى، هذه امانينا اعلى امانينا على الاطلاق. من لا يحب ان يلقى الله سبحانه وتعالى؟ يعني انت تصور انه جاءتك دعوه حتى انك تقابل وزير من وزراء الارض او امير او دعونا نقول مالك من ملوك الارض، اجى ملك المغرب او ملك منطقه معينه وش بعت لك؟ بعت لك دعوه حضره السيد فلان الفلاني، انت مدعو على القصر الملكي في اليوم الفلاني الساعه الفلانيه لتناول طعام الغداء، الغداء مع جلاله الملك او مع الملك كما ياتي في الكتب الرسميه. هل تخلف هذا الميعاد؟ ما بتخلف. وليه؟ لانه هذا ملك يعني قدره. فاذا كان انت ما بدك تخلف لقاء ملك في الدنيا، فما بالك بلقاء الله عز وجل؟ احنا معناه انفسنا تطوق للقاء الله، ولكن احنا محبوسين. هاي الدنيا شو هي؟ سجن المؤمن، محبوسين. يعني انا محبوس حتى يطلق سراحي لفين؟ للقاء الله عز وجل. ودائما نقول غدا نلقى الأحبة محمد وصحبه، مش هذا اخواني احنا متعودين عليه من مصغرنا؟ فما بالكم بلقاء الله عز وجل؟ اذا احنا مشتاقين في الدعاء، دائما لما واحد بده يدعي للثاني بالخير بقول له ان شاء الله بتشرب شوربه ماء من ايد النبي على الحوض، مش هيك اللي بندعو؟ طب متى ستكون هذه الشوربه؟ مش بعد الموت وبعد البعث؟ فما بالك لما اقول لك غدا ستطل وترى وجه الله في الجنة إن شاء الله. فهذه أمن أمانينا، إلا إنه إحنا إخواني المسلمين، إحنا المسلمين اللي أسلمنا نفسنا لله عز وجل، أسلمنا نفسنا لله ونحن نقبل حكم الله، والله سبحانه وتعالى حبسنا في هذه الدنيا حتى نلقاه. فهل أعترض على هذا السجن؟ هل أعترض على هذا الحبس؟ لا أعترض، فأرضى بهذا السجن، أرضى بهذا الحبس حتى ألقى الله سبحانه وتعالى. وكذلك نحسب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أنه عندما علم أن لقاء الله قريب استبشر خير وطلب هذا الموت. فنقول أن سيدنا موسى قال إذن الآن، لما قال إذن الآن دعا الله عز وجل يا رب، يعني قبل أن تقبض روحي، قبل أن تقبض روحي أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. لما واحد يدعو الله عز وجل بعد إيش جاء ملك الموت وقال له إذن الآن، ودعا الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، هو داخل الأرض المقدسة ولا خارجها؟ خارجها مفهوم. وهنا نعرف فين كان موجود، موجود بصحراء أو شبه صحراء سيناء، جزيرة أو شبه يعني صحراء شبه جزيرة سيناء، فهو موجود في شبه جزيرة سيناء وطلب من الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. هون إخواني يعني الأمر اللي أنا يعني
ما عجبني قليلا او هي عليه مآخذ انه في مثلا موسوعة الدرر السنية وهي اقوى موسوعة موجودة على الانترنت للاحاديث، يعني يشرح هذا الحديث. هلا في الشرح الحديث شو بيقول سيدنا موسى؟ ادنني من الارض المقدسة. ادنني من فين؟ من الارض المقدسة. في الشرح شو بيقولوا؟ وقام سيدنا موسى او قام موسى بدعاء الله ان يدنيه من بيت المقدس رمية بحجر. طب لما تم تغيير الكلمة؟ الحديث شو بيقول؟ من الارض المقدسة. طب ليش في الشرح انت بتشرحه وبتغير الكلام من الارض المقدسة لايش؟ لبيت المقدس. احنا بنعرف بيت المقدس شمالها جزء من الارض المقدسة. يعني احنا في عنا بيت المقدس اللي احنا عايشين فيها، احنا موجودين في البلد القديمة من بيت المقدس، وفي حواليها اكم من منطقة صغيرة زي على سبيل المثال الصواني، الطور، وادي جوز، الشيخ جراح، العيساوية. هاي المناطق المحيطة مع بعضها شو بنسميهم كلهم مع بعضهم؟ بنسميها بيت المقدس، وهم جزء صغير من ايش؟ من الارض المقدسة. طيب لما انت تقول ادنني من بيت المقدس رمية بحجر، فين بتصير موجود؟ مش بتصير موجود داخل الارض المقدسة؟ وهذا خطأ، هذا خطأ، لانه متن الحديث، الحديث نفسه، الصيغة تبعته، الكلمات تبعته، ادنني من الارض المقدسة وليس من بيت المقدس، ادنني من الارض المقدسة رمية بحجر. عشان هيك سيدنا موسى نقول انه كان خارج الارض المقدسة وليس خارج بيت المقدس داخل الأرض المقدسة، لا، خارج بيت المقدس وخارج الأرض المقدسة. هلا إذا إحنا قلنا إنه كان الكلام عن بيت المقدس، فنقول على سبيل المثال أريحة تصلح أن تكون رمية بحجر من فين؟ من بيت المقدس، مظبوط ولا لا؟ وعلي شو بصير؟ بصير على سبيل المثال مقام النبي موسى الموجود قريب من أريح أماله منطقة معقولة عقلانيا تحقق شروط إيش؟ الحديث. لو كان الحديث أدنني من بيت المقدس، ولكن الحديث شو هو؟ أدنني من الأرض المقدسة. فنسأل، هل مقام النبي موسى يحقق الحديث أدنني من الأرض المقدسة؟ أقول لا يحققها. لذلك شو منقول؟ نقول جبل الطور لا يحقق الحديث الصحيح الموجود في مسلم والبخاري أن سيدنا موسى كان في هذا المكان، لا يحققه. وأيضا مش بس إنه جبل الطور هون، فين عنا؟ فين مقام النبي موسى أيضا لا يحققه. ولاحظوا إخوة، احنا بنعرف يعني آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تتكلم في صحراء في سيناء، شو بتتكلم؟ تتكلم عن جبل الطور، تتكلم عن الكثيب الأحمر، وتتكلم عن إيش؟ عن الوادي المقدس، عن الوادي المقدس. ثلاث مصطلحات موجودة عندنا: جبل الطور، في عندنا الكثيب الأحمر، وفي عندنا الوادي المقدس، مظبوط ولا لا؟ هلا تيمنا، تحببا عندنا إحنا المسلمين، شو سوينا؟ استخدمنا هذه الأسماء فين؟ قريبا منا. ولا يعني استخدامنا لهذه الاسماء انه ايش؟ انه هي على الحقيقه المواقع اللي كانت موجوده لما كانت بني اسرائيل تتبع سيدنا موسى. اعطيكم مثال على سبيل المثال. نحن نعلم انه المسجد الاقصى له مجموعه من الابواب، 10 ابواب حاليا موجوده، احدى الابواب الشهيره باب حطه، مظبوط ولا لا؟ باب حطه. طيب هذا الباب، باب حطه، أين ارتبط وأين جاء ذكره في القرآن الكريم؟ لما قال سبحانه وتعالى لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا، عن إيش؟ وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. نسأل بني إسرائيل أين كانت لما الله سبحانه وتعالى قال لهم ادخلوا الباب سجدا؟ فين كانوا؟ كانوا موجودين في صحراء سيناء، مظبوط ولا لا؟ ما كانوا موجودين هنا على باب بنيان المسجد الأقصى، ما كانوا هون. فين كانوا موجودين؟ كانوا موجودين في صحراء سيناء. فنقول هذا الباب سميناه حبا في كلام الله سبحانه وتعالى. الكلمة القرآنية وقولوا حطة، هاي احنا من حبها
عشان هيك قمنا بتسمية هذا الباب وسم باب حطة. أيضا إخواني الأسباط أبناء سيدنا يعقوب، الأسباط أبناء سيدنا يعقوب، إحنا بنعرف إنه الأسباط مع سيدنا موسى ما دخلوا الأرض المقدسة، مظبوط ولا لا؟ والله سبحانه وتعالى سوى لهم عيون 12 عينا لما ضرب سيدنا موسى الصخر، الصخر بعصاه، فكانوا موجودين في صحراء سيناء. لأنه في عندنا كمان من أبواب المسجد الأقصى، شو عندنا باب اسمه؟ باب الأسباط. هل معناه إنه الأسباط كانوا موجودين في هذا المكان؟ لا. وفي عندنا من سور المسجد، سور بيت المقدس والبلدة القديمة، أيضا في عندنا باب شو اسمه؟ باب الأسباط، اللي هو بيؤدي إلى طريق المجاهدين، الطريق طبعة المجاهدين اللي بتطلع صعودا من مدخل مدينة القدس أو البلدة القديمة، هذا طريق المجاهدين حتى يتصل بطريق الواد. واد احنا شو بنسميه؟ احنا بنسميه الواد حبا في ايش؟ بالوادي المقدس. يعني احنا سمينا الطريق الثانية المرتبطة مع طريق المجاهدين شو سميناه؟ طريق الواد، ولكن هذا ليس الواد المقدس. فهذه أسماء احنا سميناها حبا في الكلمات القرآنية، حبا في كلمات أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا إخواني، وإحنا جينا ننزل على طريق أريحة، شو في عنا؟ في عنا إيش بنسميه؟ الخان الأحمر، الخان الأحمر، اليهود شو بسموه؟